صباح الفل والياسمين عليكم مشاهدينا الكرام، معاكم عبد الحميد رفاعي من فريق عمل شباب شو. احب ارحب اولا بالساده الافاضل الزملاء الاعلاميين اللي هيقدموا معانا الفقره. استاذه ايه، ازيك؟ استاذه رحمه، استاذه هبه، منورين الاستوديو. النهارده فقرتنا باسم اصل وفصل. اصل يعني الحسب والنسب، فصل يعني اللهجه واللسان. موضوعنا النهارده موضوع مجتمعي وهو الأهم من المهم في المجتمع. النهاردة لكل شيء أصل ولكل شيء بذرة أو خلية أو نواة. لو اعتبرنا أن الخلية الأسرية هي اللي بتكون جسم المجتمع، يبقى أصبح تكوين الخلية الأسرية لها عامل مهم أنها تتكون بشكل سليم أو تتكون بشكل خاطئ فتؤذي جسم المجتمع بالكامل. زي ما احنا عارفين أن الجسم كله بيشتكي لعضو واحد، لمجرد مرض عضو يشتكي جميع الجسم. هكذا الخلايا الأسرية إذا تكونت بشكل خاطئ تؤثر على باقي الجسم وتمرضه وتظهر عليه ظواهر مجتمعية جديدة علينا في مجتمعنا. والنهاردة هنتكلم عن الزواج وخطواته ومشاكله والأثار السلبية للزواج الفاشل على المجتمع ككل، وبرضه هنعرض المبادرات وهنعرض حلول وتوصيات ومناشدات لكل أولي الأمر فيما يخص الزواج. فضلي معانا يا أستاذ آية. أهلا بك أستاذ عبد الحميد، وأهلا بكل متابعينا ومشاهدينا في برنامج شباب شو. أول حاجة هتكلم فيها في البداية، كل اللي هتكلم فيه بيكون بسبب نتيجة سوء الوضع الاقتصادي. تمام. ده السبب في معاناة الشباب اليومين دول، وده اللي هنتكلم فيه النهاردة ولازم نشوف ليه حل. تمام. خلينا لو نفكر كده، هي المشاكل بتبتدي منين؟ بتكون يا مشكلة يا معنوي يا مادي، والمادي هي أكتر حاجة الشباب بتعاني منها الفترة دي. تمام. عشان كده نسبة تأخر الجواز بتقل جدا الفترة دي في الوقت الحالي بسبب التكاليف. التكاليف بتبقى كتيرة جدا من ما فيش. يعني مثلا شاب رايح يتقدم لوحدة، الموضوع بيبدأ من أول الشبكة، من بعد الشبكة بيكون المهر، والمهر طبعا دي كلها تكاليف لوحدها. تمام. من بعدها غير الشقة، وطبعا كلنا عارفين دلوقتي الشقة التكاليف بتبقى عاملة ازاي فيها، وشروط مراسم الزفاف وحتى حفل الخطوبة نفسه. يعني الموضوع يعني ما بيتوقفش عند حاجة معينة، ده كل خطوة فيها شرط. كل ده تمام، كل دوت بيأثر على بيضغط الشاب. فطبيعي ان هو اي واحد رايح يتقدم لوحده بيبقى عارف انه طبيعي خلاص انا هترفض. فده برضو بيسبب، زي مثلا شاب يكون داخل على حاجه و30 سنه ومش عارف انه يتجوز، يبقى قعد الفتره دي كلها من حياته بيحاول انه يكون نفسه عشان عارف ان هو اقل جوازه دلوقتي بتكون نص مليون جنيه. طب لو نرجع الاول، يعني حتى لو ربع مليون جنيه، يعني لو حتى لو ربع مليون جنيه، يعني الشاب، خلينا نتكلم في ان الشاب المصري العادي الطبيعي بتاعنا ان مرتب اي شاب بيكون في رينج من 2000 ل 4000 جنيه. تمام. فهو كشاب لسه هيفضل يكون نفسه لحد امتى ب 2000 او 3000 او 4000 جنيه؟ صعب. صعب جدا. ف لازم ان احنا ما نضغطش على الشاب، او لان ده اللي هيسبب تاخير الزواج بالنسبه للبنت او للولد، سواء يعني ليهم الاثنين. هو ضرر للجميع، ضرر ليهم كلهم. المشاكل المشاكل بقى يعني بتبدا من هنا. فاللي هو حتى لو البنت حابه ومرتاحه نفسيا للشخص اللي متقدم ده، بسبب ضغط الاهل هو بيبصوا من ناحيه التكاليف والماديات انهم عايزين يتباهوا. يعني مثلا واحده متقدم لها عريس، تقول ده مامتها مثلا، تقول ده بنت خالتها مثلا جاي لها من خاتم سوليتير، وانا بنتي مش اقل حاجه. أيوة. مش اقل من بنت خالتها في حاجه، فيترفض. بس هو اساسا يعني خلينا لو في المتوسط من 12000 ل 15000 جنيه ذهب. يعني هو ده اللي بيبقى في استطاعه الشاب المصري اليومين دول. ما ينفعش ان احنا نضغط عليهم، لازم نتعامل معاهم ونرحمهم شويه. تمام. وده اللي هي برضو هتقوله استاذه رحمه وهتوضحه معانا الموضوع. ايه من وجهه نظرك، ايه الحل المترتبه؟ انا شايفه ان الوضع الاقتصادي فعلا بالنسبه دلوقتي هو بيبقى سبب اساسي ان في مشاكل كثيره للزواج بتظهر.
من ضمنها كمان اهم حاجه زواج القاصرات. في ناس كتير قوي بتضطر ان هي تتجوز ولادها بناتها علشان خاطر هم شايفين ان المهر ده لما يدفعوه، هو كل ما البنت سنها يكون صغير كل ما يكون المهر قليل، فكده هم مش هيدفعوا مهر كتير، فبيضطروا ان هم يتجوزوا بنات صغيرين. لا، وفي كمان زواج القاصرات بيبقى يعني زي صفقه. اه تمام. هو وان هما بيبيع بنته، بان هو بياخد المهر ده يعني بمثابه ان هو طبعا بره حقوق المرأة تماما، بمثابة ان هو يدفع المهر ده ان هو يحسن بوضعه الاقتصادي بالنسبة لأهل العروسة، فبيضطروا ان هم يجوزوا بناتهم صغيرين. وطبعا ده مش زواج القاصرات مش سبب اساسي او سبب فقط، يعني هو في عوامل تانية سلبية بتؤدي ان البنت تتأخر في الجواز، او في حاجات كتير قوي بتحصل ان هي تخلي ان الوضع يبقى مش مظبوط. ولا انت ايه رايك؟ ده اللي هتقوله معانا يا استاذه. بص انا شايفه ان من اسباب تاخر الزواج في مصر عامه ان البنات دلوقتي بقى عندها وعي كافي. عندها وعي كافي في ايه؟ يعني البنت دلوقتي، في بنت مثلا تقول لك انا لا انا اخلص شهادتي ويبقى عندي شغلي بعدين افكر يعني اتجوز بعد سن ال 30، بحيث ان انا يكون خلاص عندي حياه مستقله، فان انا ايه بحيث ان انا اكون ايه داخله على حياه وانا ناضجه وانا فاهمه الدنيا ماشيه ازاي وانا عارفه اشيل مسؤوليه وانا قادره اتحمل مسؤوليه البيت والاولاد والحياه الزوجيه. في برضو راي تاني للبنات تقول لك لا اصل نسبه الطلاق عاليه جدا، وفعلا اللي احنا شايفينه للاحصائيات اليومين دول في مصر عامه حوالي، يعني في احصائيه في مصر بتقول ان كل دقيقتين حاله طلاق، فده طبعا بيسبب للبنات اللي ما اتجوزتش حاله نفسيه زي عقده نفسيه، تقول لك لا اصل انا خايفه اتجوز زي فلانه لا اتطلق، اصل انا خايفه تشاؤم. فده طبعا نتج عليه ان بقى في ايه، بقى في دلوقتي اللي هي البنت المستقلة، يعني المرأة المستقلة. ايه هي بقى المرأة المستقلة؟ المرأة المستقلة دي هي البنت اللي شافت ان هي خلاص حياتها في شغلها وشهادتها دول سلحة في الحياة، فشافت ان هي مكتفية بوجود ايه، يعني مكتفية بوجود شغلها وبوجود السلاح اللي هو شهادتها ده، ونسيت خالص ان في حياة اجتماعية هي لازم تعيشها، ونسيت خالص ان في دور اجتماعي هي مخلوقة اصلا عشانه اللي هو تعمير الارض وان هي تبني اسرة مستقلة. نسيوا هدف الجواز اساسا، يعني اللي هو الاستقرار وتكوين الاسره. ونقف عند النقطه دي كمان، هو السلاح ده بيتقلب لضدها، لان هي لما بتوصل لمرحله سن معين هي ما بتقبلش اي حد كمان. دي برضو بتبقى مثلا ارتقت في شغلها، مرتبها بقى كبير جدا، بقت تملك شقه وعربيه، بتشوف ان فممكن حد يجي اقل منها ما بتقبلش بيه، فهي يعتبر السلاح ده هي بتدمر نفسها. دي برضو مشكلة. يعني اصل بص الحياة الزوجية مش لازم انا اخد واحد اكون انا تعليم عالي يكون هو تعليم عالي، لا اهم حاجة يكون تكافؤ في نسبي، يعني يبقى قريب، يكون في تكافؤ، يكون في ارتياح، يعني يكون برضو الموضوع قريب. يعني اكيد انا مثلا مش تعليم عالي هاخد حد مش ما ينفعش ان هم يبصوا لجانب الماديات بس، لازم لان الراجل بياخدها بطريقة، لما مثلا واحدة بتكون هي في تعليم عالي ومعاها شهادة كبيرة فتيجي مثلا تاخد واحد مالوش خالص، فبيبتدي يحصل ايه حته الغيره، هو بيغير منها فبيحس ان هو دايما اقل منها، فبتبتدي المشاكل، فيبتدي يحصل ايه نسبه الطلاق بتعلى، فدي طبعا من ضمن المشاكل اللي بتحصل نسبه الطلاق بتعلى بسببها. لا، وهي يا ريتها بتوافق، هي بتوصل لمرحله اللي هي يعني معاها كتير، معاها اسلحه كتير، يعني فمحدش بيبقاش يعني التكافؤ بيبقى صعب، صح، بيبقى قليل ان هي تلاقي حد متكافئ معاها او حتى نسبي. وهي كمان صعب البنت اللي شالت مسؤوليه نفسها، صعب جدا تتقبل وجود راجل في حياتها، يعني ده برضو مشكله كبيره في بنات بتعاني منها. ولا انت ايه رايك يا استاذه ايه؟ انا شايفه ان البنات دايما بتبص ان هي تشوف مين هيجيب اكتر مين هيدفع اكتر، بس هي التفكير ده غلط جدا، لان هي مش سلعه ولا مزاد للي يدفع اكتر. يعني مثلا انا ما افكرش ازاي ان هو هيدفع عليا قد ايه ولا هيصرف، لان يعني هشوف انا هتعايش معاه ازاي، هل هو فاهمني ولا لا، عشان ده اللي هيجيب المشاكل بعد كده. ممكن بعد كده ان هم يقدروا ان هم يقدموا يعني في حاجه واحده تنازل عنها بعد كده. لا، وكمان يعني بنلاقي البنت ممكن ترفض شاب كويس جدا ومجتهد وكل يعني كل ما هو مؤهل ليه موجود، هي بترفضه عشان مثلا واحده صاحبتها يعني شافت ان هو شكله مش حلو، لا وفي برضه مشكله ثانيه او ان هو مش عاجبها، فتقول لها انت هتاخدي ده ازاي، في مشكله تبدا العمليه تبقى فيها تقليد.
في بنات برضو بيقابلوا مشكله اللي هي في سن المراهقه بالذات، يعني مثلا واحده تقول لك لا اصل انا هتجوز زميلي في الجامعه، فيجي لها مثلا عريس مناسب ويجي لها حد مناسب فترفضه، فده طبعا غلط. فهي لازم ما توقفش حياتها على حاجه معينه، يعني حاجه مش مضمونه تشوف اصلا، حاجه مش مضمونه اصلا، يعني المفروض تشوف وتفهم وتعرف اكتر. ويعني هم ليه عملوا قريب فاتحه، ليه عملوا خطوبه؟ يعني برضو في بنات بتضيع عمرها وبتضيع سنين على وهم في الاخر. احنا طبعا يعني قلنا كل الظواهر السلبيه، لكن طبعا ظهر برضو الحمد لله ظواهر ايجابيه، وان شاء الله تنتشر في كل المحافظات، وهتقول لنا عليها استاذه رحمه. طبعا هو فعلا اللي تمت في مبادرات في المحافظات بقى لها فتره، بقى لها كام سنه، زي مبادره اسوان في النوبه بالتحديد في منطقه الكرور. المبادره دي كانت قامت ان هم يقللوا من تكاليف الجواز، يعني مثلا هم يقللوا تكاليف الكوافير، يقللوا السيشن بتاع التصوير بتاع الحنه، يكتفوا بس تفاصيل الزواج بالظبط، ان هم يعني الاول عشان الناس تقدر عليها بالظبط كده. كان الاول بيعملوا الزفه مثلا بتاعه الفرح بتبقى في مكان كبير، دلوقتي اكتفوا بس ان هي تبقى في المحيط بتاع المكان بتاع الفرح فقط، ما يبقاش يعني زفه كبيره. كمان عملوا ان هو يبقى الموائد اللي كانوا بيعملوها بتاعه الغداء والفطار بتاعه الافراح اقتصر، كانت الاول بتتعمل سنه دي طعام ولحمه وحاجات كتيره، تكاليف بالظبط. دلوقتي اكتفوا ان هم يعملوها، احنا بندور على الناحيه الايجابيه بالظبط، انها حاجه بسيطه يعني بدات تظهر الحمد لله، وكمان نامل من الله انها تنتشر في كل المحافظات، وظهرت كمان في محافظه المنوفيه تفاعل تمام. بس كمان لما اتفضلي كمان لما بيشوفوا ان هم بيقللوا وبيتنازلوا شويه، الاهل مثلا يتنازلوا في موضوع المهر او الشبكه وكده، في شباب بتاخد الموضوع اللي هو الجوازه كانت سهله وان انا اخدها اللي هو ما عرفش قيمتها، فده برضو بيسبب مشاكل ليهم بعد كده، وبرضو اللي هو ايه انا اخدتك بالساهل، فبيسبب لنسبه طلاق برضو عاليه في ناس طبعاً كتير كده. ف يعني انا شايفه ان من الحلول برضو ان يبقى خير الامور الوسط، يعني ما يصرفوش التكاليف اللي يقدر على حاجه يجيبها، الحاجات اللي هي ملهاش يعني لازمه حاليا في بيت الجواز. وبعدين ده برضو اثر علينا في الاثار السلبيه، ظهور ظاهره الشباب اللي بيتجوزوا من دول يعني الجواز فيها اقل، مثال المغرب، مثال حتى اوروبا جدا. حتى الدول الاوروبيه، في بلد في روسيا في اصلا ما فيش يعني أوكرانيا. بيروح او اوكرانيا بيروح العريس بيتجوز من غير مهر ومن غير اي حاجه، فده طبعا مخلى شباب كتير بتلجا ان هو للسفر، ان هو يتجوز من بره، يقول لك هعيش عيشه احسن، هتجوز جوازه من غير ضغط عليا. يبقى استفادت ايه الاهالي برضو بقى؟ سبب الضغط، يعني اسباب نسبه الطلاق العاليه برضو سبب من الاسباب، ان بيبقى في ضغط، بيبقى في ضغط على الشاب طبعا لما بيبقى التكلفه عاليه، وبيبقى هو داخل خلاص متجوز، هو طول الوقت عنده ستريس، طول الوقت مديون، فبتخلص الفتره الحلوه في حياته ويبتدي بقى يبص للديون، يبتدي المسؤوليه. لا ده في ناس بتخش بعد يعني تقعد سنه تسدد في اقساط وديون الشقه اللي هو اتجوز فيها، وفي ناس بتقعد سنين، فده طبعا بيحصل. وفي بقى ظهور ظهور الظاهره طبعا اللي هي يعني دي واضح من البخل المجتمعي، من الناس اللي المفروض الاغنياء يساعد جار او يساعد قريب، ظهر حاجه اسمها الغريمات والغريمين. دول ظهروا ليه؟ طبعا بسبب مفيش تعاون مجتمعي، مفيش حد بيشيل الموضوع مع زي زمان. وبعدين بص، في حاجات يا استاذ عبد الحميد برضو يعني ملهاش لازمه، انا ليه اكون متجوز، ليه اضغط نفسي بتكاليف فرح عاليه؟ طب ما التكاليف دي انا ممكن اوفرها، يعني في ناس بتروح مثلا تتداين عشان يعمل فرح، واو سوري يعني بالزبط. هي بتبقى فلحسه ملهاش اي لازمه في اي حاجه، يعني دي ظاهره برضو احنا لازم نبطل. ووصلت الزياده لمرحله ان مثلا هو لسه في خطوات الجواز وبيروح يشتري اوضه اطفال، واهل العروسه بيصروا ده بنت خالتك اشترت اوضه اطفال، ازاي انت مش تمنتوا كلام الناس بيضغط على العريس والعروسه ان هم ما يبقوش يبقوا عايزين يعملوا كل حاجه عشان ما حدش يتكلم عنهم بصوره مش كويسه، او يسمعوا كلام من الناس ويبدا المقارنات ويبدا الشغل ده. طبعا احنا كلنا عارفين. هناخد معانا فاصل ان شاء الله، هنرجع نكمل موضوعنا باستفاضه اكتر فيما تبقى منه. اتفضلوا.